حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامج سبورت أكاديمية المختص بالعلوم الرياضية والأكاديمية ومداهنيتها من خلال أكاديميين مختصين ومن خلال شاشة تلفزيون دولة الكويت، تحديدا قناة كويت سبورت القناة الرياضية الثالثة، ونتكلم في مواضيع رياضية أكاديمية مختصة مع أكاديميين مختصين في هذا المجال. اليوم معي دكتور أحمد القلاف في حلقات متواصلة متصلة للحديث أكثر عن أهمية الاسترخاء وأهميتها بالنسبة للرياضيين وكذلك غير الرياضيين. فباسمكم مشاهدينا رحب بالدكتور أحمد القلاف، الاستشاري النفسي والرياضي ومدرب مهارات ذهنية وعضو هيئة تدريس في كلية التربية الأساسية قسم التربية البدنية والرياضية. حلقة الله معي دكتور، سعداء بهذا التواصل معك في حلقة جديدة ومتجددة نتكلم فيها عن موضوع جديد يخص الرياضيين والأكاديميين الرياضيين بشكل خاص. الله يحييك، إن شاء الله أتمنى تكون هذه الحلقة مفيدة وأيضا يعني مثمرة للجميع، خصوصا في برنامجك مميز سبورت أكاديمي. نعم. إن شاء الله بالتأكيد إن شاء الله تكون مميزة من خلال تواجدك ومتابعة مشاهدينا الكرام. اليوم دكتور بنتكلم عن الاسترخاء وأهميتها بالنسبة للرياضيين. خلينا نتكلم بداية دكتور أهمية ممارسة تمارين الاسترخاء وتأثيرها المباشر على أداء الرياضيين. الاسترخاء مهارة نفسية، حال باقي المهارات اللي نتكلم عنها الحلقات السابقة، ممكن للتذكير، ممكن صياغة الأهداف، الاسترخاء، تحدث إيجابي مع النفس، ثقة بالنفس، الدافعية، التركيز، التصور الذهني، التحكم بالقلق، هذه مهارات نفسية. قلنا مهارات نفسية معناتها نقدر أو نقدر ندرب عليها الرياضي أو الرياضي يقدر يتدرب عليها، أيضا الشخص العادي نفس ما قلنا المهارات النفسية مهارات لجميع الناس. أحد المهارات المهمة مهارات الاسترخاء، وللأسف هذه المهارة الكثير يعني غافل عنها. نعم. أو مو معطينا حقها أهميتها. ولها دور كبير ومؤثر على الأداء، يعني خصوصا نفس ما قلنا احنا المهارات النفسية من 6 سنوات 4 سنوات 10 سنوات، بهذه المرحلة لازم نعلم لاعب كيف. وأحد الاسترخاء لما نتكلم عن الاسترخاء احنا نقول انه أحد أنواع الاسترخاء. نعم. التنفس، شلون اتنفس صح. وهذه باينة وظاهرة خصوصا عند اللاعبين الجونيورز الناشئين او المبتدئين، ما يعرفون يتنفسون صح، وما في احد القليل انه ممكن يوجهونهم صح. نعم. وتلقى ان اللاعب اذا عصب تلقى النفس ماله يصير من الصدر اذا الواحد عصب. العكس اذا كنت مرتاح نفسك يكون من عند البطن طالع فوق للرئه، ما عندك اي مشكله. فاللاعب تلقى هذا معصب وجهه يصير احمر، ما في اكسجين يوصل حق حق الدماغ، فيأثر على اتخاذ القرار، يأثر على التذكر، يأثر على امور كثيره في الدماغ. نعم. فاحنا دائما نقول يعني من اهم المهارات الذهنيه اللي نبدي فيها احنا تدريبها حق الرياضيين هي الاسترخاء. كيف تتنفس صح؟ اذا تنفس صح معناته قاعد تفكر صح، معناته تقدر تعطي قرار صح، معناته تقدر تتصرف صح. هذا كله فوائد التنفس. ايضا تقدر اذا تنفس صح معناته انت تقدر تعادل القلق صح، التوتر صح، اللي هي مهاره التحكم بالقلق. الحين عرفت طورت مهاره ثانيه مهاره التنفس. فدائما احنا نحرص على اللاعبين استرخي صح، تنفس صح في المنافسات، خصوصا في الالعاب اللي فيها توقفات كثيره، التنس، السوكر، الالعاب الجماعيه. اوكي، عكس الالعاب اللي عندهم بروسيجر ثاني وطريقه ثانيه اللي متصله مثل الماراثون او السباحه والامور هذه كلها. يعني عملية التعامل مع العمر دكتور هل تفرق؟ يعني هل تفرق إذا تعاملت كونك أنت مختص في هذا المجال مع طفل بال10 سنوات أو أقل أكثر مثل ما تحب، أو مع شاب من بعد ال20، هل تفرق العقلية والاستيعاب لهذه الأمور؟ نعم أكيد تفرق، لأن الطفل من 10 سنوات أو أقل هو هني نخليه بلاي تو فان، يعني تلعب من أجل المرح. نعم. نعزز فيه هذا الفكرة. أوكي. لكن لا، التينيجرز البالغين 15 لا ننساها فترة بلوغ، فترة تطورات جسمانية قاعد تصير. صحيح. فهني يلعب من أجل الفوز ومن أجل التحدي. فهنا محتاج أنك أنت كيف أنك أنت تعزز الثقة بنفسه، تعزز أنت كيف أنه يركز على أهدافه صح. أما اللاعب الصغير تعطيه نأسس على هذه المهارات. على سبيل المثال أطفال خصوصا من 6 سنوات 7 سنوات، دائما إحنا في تمرين نسميه 2 بيز، بي يعني من بي بالإنجليزي، بس 2 بي إس يعني إحنا نسميه breathe and believe. هذا عطوه في امريكا، برنامج مهارات ذهنية في امريكا. نعم. breathe and believe، تعلم نفسك شلون تتنفس نفس صح، وبنفس الوقت متى قاعد تتنفس صح تقول حق نفسك كلام ايجابي صح. believe انك تؤمن بنفسك، تعطي حق نفسك يعني معتقدات او إيجابية. افكار ايجابيه. breathe and believe،
وتستمر معاه للاحتراف وعارف اذا نفس صح. باي ذا واي يعني في المنافسه جوكوفيتش كان عنده مقابله مهمه من فتره وقال للمحاور لو ابي مهاره معينه مهمه تستخدمها لكن لها دور كبير انك تثبت منها، قال بريثينج التنفس. انا اتنفس بين الجولات قبل السير، يقول إن هي سيمبل بسيطه ولكن لها دور كبير، لان اول شيء واهم شيء انه تعمل لي ان انا اتغلب على المشتتات ديستراكشنز، ممكن من جماهير، من مشتتات داخليه، افكار سلبيه عندي، مجرد ما انا اتنفس صح اركز على نفسي صح انا ابتعدت عن المشتتات. نوقف عند المشتتات، نطلع معك فاصل ونرجع نكمل. نطلع معكم مشاهدينا فاصل قصير ونكمل بعد ذلك مع الدكتور احمد القلاف والحديث عن الاسترخاء واهميتها بالنسبه للرياضيين. رجعنا معكم مشاهدينا من بعد الفاصل القصير وكملين حديثنا مع الدكتور بالتأكيد حديث الشيق مع الدكتور أحمد القلاف استشاري نفسي ورياضي ومدرب مهارات ذهنية وعضو هيئة تدريس في كلية التربية الأساسية قسم التربية البدنية والرياضية. كنا نتكلم عن الاسترخاء وأهميته بالنسبة للرياضي، وقفنا عند التشتيت يا دكتور. نعم. وقفنا عند التشتيت والمشتتات الجسميه بشكل. نعم نعم، هي الاسترخاء او احد انواع الاسترخاء والتنفس. التنفس ايضا انواع ثانيه راح نتكلم عليه. نعم. هو من خلال انا اقدر اني انا ابتعد عن المشتتات من خلال ان انا اتنفس صح. نعم. يعني اعمل بلوك، وهذه ظاهره عند كثير من الرياضيين المحترفين انه يهتمون بهذه التكنيك التنفس. نعم. طبعا لا التنفس خصوصا يعني لا انواع كثيره من. نعم. من تطبيقات. نعم. ممكن اقول حق اللاعب تنفس مثلا على سبيل المثال اربع عدات من الانف، وبعدين تاخذ عده تحبس عده، بعدين تطلع اربع عدات من الفم. او نخلي الدبل ياخذ مثلا عدتين من الانف وياخذ اربع عدات من الفم، عفوا يعني ياخذ شهيق من الانف عدتين، بعدين دبل زفير من الفم اربع عدات. فلها مدارس ولها يعني، وترجع حق يعني مدى استعداد الفرد حق نفسه او الطريقة اللي يرتاح لها أو تحسسه أنه يعادل الضغط ويقلل من حدة التوتر. نعم. دكتور خلينا نتكلم عن علامات وصول الرياضي المصاب المطلوب للاسترخاء، كونك أنت مختص في هذا المجال، متى أقدر أقول أن هذا اللاعب وصل إلى العلامة الكاملة للاسترخاء أو بنسبة كبيرة وصل فيها إلى الاسترخاء؟ هو في علامات أنا أعرفها حق اللاعب، أعرفه ومتوتر، فلازم يكون أول شيء إحنا لازم نعرف أن كل لاعب يختلف عن الثاني بطريقة التوتر. صحيح. أنا دائما أقول حق اللاعب أو إنه الدلالة الأولى والعامل على توترك هو مستوى ضربات قلبك. نعم. فأحد التمارين المهمة اللي بالاسترخاء ندخلها والتنفس، أنا أقول حق اللاعب أبيك تتذكر لي أو أنك أنت أي مباراة أنت أبدعت فيها. نعم. وشون كانت ضربات قلبك؟ بيقول والله ضربات قلبي كانت منتظمة، ضربات قلبي كانت يعني أنا حاسنة قاعد تساعدني. نعم. فهني أقول إذا ارتفعت عن هذا المستوى اوكي، وحسيت ان هني يتيك بالاعراض النرفزه والافكار السلبيه، بعض المرات الافكار السلبيه من انواع النرفزه لكن غير مرئيه. نعم. فاني ابتدي انت اعمل حق نفسك تنفس، نفس ما قلنا ان بريث اند بليف، ان تنفس صح، تنفس عميق، انك انت تقول حق نفسك كلام ايجابي، وبالتالي ما تحس ان زاد ضربات قلبك، وعرف انك انت تقدر انك راح تأدي صح. كل الإيجابية أضفت لنا دكتور في هذه الحلقة من خلال طروحاتك وحديثك عن أهمية الاسترخاء في المجال الرياضي للرياضيين، ونتمنى الاستفادة للجميع مو فقط للرياضيين يعني من خلال كلماتك وطروحاتك. فبالتأكيد نشكر لك تواجدك معنا في حلقة اليوم، بالتأكيد أسعدتنا وشرفتنا يا دكتور. الله يشرفك، ومشكورين على هذا البرنامج يعني الصراحة مميز، ونفس ما قلنا نختم كلامنا أن علم النفس الرياضي أصبح من يعني الآن أو علم النفس الرياضي صناعة. من صناعة. صحيح. صناعة البطل تتطلب أن يكون إعداد ذهني وإعداد نفسي. أنا بحط لمشروع بطل أولمبي مو بس فقط أن أنا أركز أنا أوديه معسكرات. صحيح. وأدربه وخصص له وجبات أكل في غياب تام عن الإعداد الذهني والمهارات النفسية. فإذا بغينا صناعة بطل أن نهتم في جميع الجوانب فيما فيها علم النفس الرياضي. باسمكم مشاهدينا كل الشكر للدكتور أحمد القلاف استشاري نفس الرياضي ومدرب مهارات ذهنية وعضو هيئة تدريس في كلية التربية الأساسية قسم التربية البدنية. شكرا لك مرة ثانية دكتور على تواجدك معي.
أسعدتني وشرفتني من خلال هذه الحلقات المتعددة المتواصلة. الشكر موصول لكم. شكرا لك دكتور وشكرا لكم موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة وطيب اللقاء، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في برامج وحلقات جديدة ومتجددة. إلى ذلك الحين طبتم وإلى اللقاء.